الفكر العربي، هذا هو الذي سنتحدث عنه. العربي تحتاج تحفظ بسيط، لأني الحقيقة سأتحدث أكثر ما أتحدث عن الفكر المصري، العربي المصري. ولكن في الوقت نفسه الذي تقول فكر مصري، فأنت تقول بالتالي فكر عربي، لأن في الواقع مصر كانت هي العمود الفقري للحركة الفكرية في العالم العربي. معها كانت لبنان في القرن الماضي إلى حد ما، وقليل جدا 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 في سائر أجزاء الوطن العربي. فمصر حقيقة هي التي كانت الرائدة، لا على سبيل الجخ أبدا، على سبيل الواقع والتاريخ والاستعداد الحضاري عند المصري.